إذن متابعي الكرام، هكذا ينطلق شوطنا الثامن الذي يضم هذه الأسماء من الجعدان أيضا وشهد العزاء المشتركات لسن الفطامين. نبدأ مع مقدمة هذا الشوط، وإلى أشكرك حمدان بسعيد بن حتروش العامري يتقدم في هذه اللحظات، يتواصل في هذه اللحظات من خلال هذا المسار، بينما هنا شعار بن حلوس يأتي هنا مع هملول سالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، بينما ثالث الأسماء هناك القدوم من أيضا شاهين السليم بن ضبون العامري يأتي في هذه اللحظات على ثالث الأسماء، بينما رابع الأسماء الدخول من شاهين لراشد بن عبد الله بن مصبح رعى الطيرة العامري يتدخل في هذه اللحظات، يقدم لنا شاهين في هذا المسار، بينما هناك القدوم والوصول من الأسماء القادمة، ولكن لنا عودة إلى شعار بن حلوس وإلى شعار راعي الطيرة، يقدمون هذه الانطلاقة ويقدمون هذه الاندفاعة الرائعة والجميلة. الله، ولكن وصل بن ضبون يبحث عن النقطة الثانية، راعي الطيرة بن ضبون بن حلوس ثلاثية، ولكن راعي الطيرة ولا هنا راع أيضا بن ضبون سلام يا بن ضبون سلام. النقطة الثانية مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام هناك مع سليم بن ضبون العامري. المركز الثاني كان شاهين ايضا لراشد بن عبد الله بن مصبح راعي الطير العامري. المركز الثالث وصل الشعار سالم بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. اذا تهانينا متابعينا الكرام لمن قدم لنا شاهين سليم بن ضبون العامري، والتوقيت الزمني كان ايضا دقيقه 48 ثانيه 21 جزءا من الثانيه. تهانينا وناموس.